تمت الموافقة على موضوع خاص بلجنة العاصمة لتخصيص منطقة حزام الأخضر المرحلة الثالثة إلى الديوان الأميري. طبعا هذه المنطقة تعتبر بمساحة الحديقة بالمرحلة الأولى والثانية، فالامتداد الأخضر موجود، وطبعا المكونات داخل الحديقة هذه التوسعة اللي عبارة عن مشروع ديسكفري مول بالإضافة إلى النافورة الراقصة وبالإضافة إلى صالة التزلج. في لجنة العاصمة يعني الديوان الأميري قدموا لنا عرض مرئي عن رؤيتهم ومشروعهم المتكامل لتطوير حديقة الشهيد المرحلة الثالثة، وهناك طبعا عدة مشاريع لرياضات مثيرة بالإضافة إلى النافورة وصالة التزلج والمشاريع المتصلة فيما بيناتها كامتداد طبعا عمراني في هذه المنطقة. فهناك 5 إلى 7 أنشطة، وإن شاء الله هذه راح تنفذ مع تطوير المنطقة بالإضافة إلى الأهم اللي هو المساحات الخضراء في هذه المنطقة.